محمد. أنا معك أخويا، أنا معك. أهلا وسهلا من جديد. الله يبارك فيك أخويا، مرحبا. طيب تاع اللايف تاع الأولى وأنت كتهضرني على الماتش مع الرجاء، على الماتش كيقول لك سي محمد أول حاج كيعرفوا أن الشوط الثاني جمهور المكانة كيكون عنده دور كبير، ما يقول يكون عنده ما عنده دور كبير. يعني باش أنتم ما كتحسوا والله خليني نكملك بعد شنو قال لي السينو. يعني حنا بلا كنديروها بالعاني، كنحطو فرقه في الدوزيام ميطون في هذيك الجهه ديال المكانه، بس حتى كنا خاسرين ولا كنا باغيين نقلبوا على شي نتيجه مزيانه كنحطوها مع الضغط ديال الجمهور، فهمتي؟ قال لي كدوخ الفرقه صح، يعني واخا كنكونوا خاسرين كنرجعوا في الماتش. قلت له وهادشي انتما كنتو كتحسو بالجمهور كتحس الضغط ديالو. الصراحه كتحس بالضغط ديال الجمهور فاش كتكون قريب للجهه ديالهم، كتحس بيه بزاف. ملي كتكون قريب فاش كديك مثلا شي كورنير ولا شي حاجه، راه ولا شي اكسيون ولا شي اكسيون ديالهم، راه في كازا مسكين ساعه ساعه الحكم كيسيف لي بينالتي واخا هو ماشي بينالتي. لا ماشي لهالدرجه، لا ويلي والله ساعه ساعه الحكم هاكي كيدخل شي يدخل لك متولي الكاري كسمع ديك وي يطيح بوحدو اوه كيسمع هذاك الجمهور كيغوز خطره واحده صافي تا هو كان نفس القضيه مع الجمهور. ما سمعتك شنو قلت يا خويا رضا؟ قلت لك مع الوداد كانت نفس القضيه مع الجمهور، حتى الجمهور ديال الوداد كان كيشكي عليكم الضغط. لا السر قالوا لي السيمو مع الوداد ما عرفتش حتى هما كيديروا هذه القضيه، ولكن انتم ملي كنتوا كتلعبوا مع الوداد من بعد السيمو فاش فرش هاد القضيه مع كنت انا كابيتان ديال الفرقه، ولينا فاش كنكونوا لاعبين في كازا كنختار انا الجهه ديال المكان هي الاولى. يلا طلعوا يا طلع بيني عليكم لا نلعبوا الدوزيام ميطالي. ايوه ومني كنتوا كتلعبوا مع الوداد تاعير نفس الضغط ديال الرجاء ولا كيكون مختلف؟ صراحة حتى الوداد كانوا كي الجمهور ديالهم، يعني الجمهور ديال الرجاء ولا ديال الوداد صراحة جمهور كبير اللي ديما يعني كيساند الفرقة ديالو وكيوضع الضغط على الخصم. يعني إلا لاحظتي كتلعب في كازا الفرقة الخصم كتشد الكرة كتشوف الجمهور كيصفر ما يخليوكش تلعب على خاطرك صراحة. وغير بزاف ديال اللعيبة تطوان وجاو لعبوا في الوداد ولعبوا في الرجاء، كان الكحل لعب في الوداد، شحوح وقيلا كان في الرجاء، لعب في الرجاء شحوح انس المرابط لعب في الوداد، دونك المكعاصي الضغط ديال كازا صعيب شويه. دونك انتم لعبتوا هذاك العام 2013 وانتم عينكم وكل شيء عرفكم رابحين البطوله اللي فات باش تربحوها هذا العام عاوتاني، كيفاش درتي 2013 2014؟ الموسم ديال 2013 2014 كما قلت لك الفرقه كبرات، اللعابه تاعهم كانوا كسبوا تجربه كبيره صافي، ولينا حنا من الفرق اللي يلعبوا على البطوله. يعني من البدايه ديال الموسم تطوان معروفه تلعب على اللقب هذاك العام، وهذاك العام 30 دوره 29 دوره ضربناها في الصداره، يعني ماتش بار ماتش. وهذه خليتنا 29 دوره في الصداره طبعا حتى الماتش ديال الرجاء، هذيك الماتش اللي كنا خسرنا ب 5-0. شنو وقع في هذاك الماتش؟ في هذيك الماتش صراحه يعني بزاف ديال الهضره دارت على هذيك الماتش، يعني ما قدمش تدوان، بالعكس حنا قدمنا اداء في المستوى في هذيك المقابله. يعني نقطه التحول في المقابله كما قلت لك هي ضربة الجزاء اللي كان عطاها جيد للرجاء، عشان نرجع قلت لك الحكم يقدر يسيف لي اسمح لي خليت نفسي هي اللي صراحة. يعني لا المختصين في التحكيم ولا هذيك، يعني ما كانش ضربة الجزاء اللي تقدر يعني تسيف ليها في هذيك الماتش، يعني ماشي ضربة الجزاء اللي واضحة يعني وحاكم نقولوا دولي بحال جيد عنده تجربه كبيره صفر هذيك ضربه الجزاء في هذيك الماتش. يعني هذيك الماتش مصيري، يعني الحاجه اللي ما كنتيش متاكد منها 100% يعني تحاول تيفيتيها مع السيف ليهاش، يعني باش ما تنيطش الصداع وما تنيطش الهضره عليه. اذا لاحظتي حنا في الماتش اللي يرجع للماتش، حنا 25 دقيقه الاولى حنا شادين الماتش، حنا اللي درنا دي زوكازيون ديال لي بيوت،
حتى الجمهور ديال الرجاء في هذيك 25 دقيقة كان صافي ساكت سكت بحال اللي بدا كيشوف بان تطوان هي اللي غادي تربح هذيك الماتش. حتى جات ديك ضربة الجزاء, ضربة الجزاء هي اللي قلبت المقابلة. ضربة الجزاء انا ديك ضربة علاش قلبت المقابلة؟ لان انت كتشوف راسك تظلمتي في هذيك ضربة الجزاء فواحد المقابلة اللي يعني تقدر تربحها بواحد الحيتيات اللي هي بسيطة, يعني في حضور ديك الجمهور وفي كازا والراجع تاي رجعات من بعيد ورجعت لعب على البطولة. يعني ديك المات باش تخرج منه يعني لو غير التعادل تسمى في حال ربحتي. وهذيك ضربة الجزاء كنقول لك انا نقطة التحول, احنا في حال لعبتنا على المورال ديالنا في هذيك المقابلة. يعني حطيتوا سلاح؟ لا ما حطينا السلاح, ولكن الطامة الكبرى هي عاوتاني البيت الثاني. البيت الثاني اورجو في هذا اللايف طبيب انساني وشاهد قبل الحد محمد أبوهون لا احنا المقابلة داز, احنا كنذكروا الذكريات وصافي دابا. انا ماشي انا اللي كنقول, ماشي انا اللي كنقول لك هذا الشيء. يعني الناس المختصه اللي ولا في البرامج اللي كانت كدوز في الرياضيه من مورا الماتش, يعني سي محمد اشرف قبيله هي سي اشرف. تحيه اخي اشرف, ها هو تحدث معايا, انت هو يدافع عليا دابا, هو معايا دافع عليا. يلا قلت لك اخي رضا ماشي قال لك اسيدي حيت جوج عزاز وغاليين أجلت اللايك ديالي حتى الثاني وانتم مع سيدي. شوف كاع الناس اللي معانا من ثاني واللايك قلنا ندخلوا عند سي اشرف. نقول له ضروري بلاتي باش ما نبقاوش مع واحد رجوي فهو دخل ياسين صالح. اوكي انا خويا غادي نرجع لور تفهموا بيناتكم يعني. صافي راه صالحي بركه ما تكذب على الناس صالحي صافي. شوف فنان كبير, هذا الاغنيه مستوى عالي هو في قطعة ما كوبنهاجن. الله والله على الصالحي, تبارك الله على الصالحي. اللعابة الصراحة اللي عمرها دار وكوايري بزاف, وتحية له تبارك الله عليه. ايوا سيدي قلت لي الهدف الثاني كان اورجو. والله بغيتي نكملوا على هذا الشيء اخويا. قال لك صالحي ماتشو دايز. المهم بغيتي تكمل عليه, كمل عليه, بغيتي تكمل عليه شي واحد يكتب لك ماشي مشكل. حنا عجبتنا الحيتيات ديال المقابله, تذكرنا معاك دابا انت جبتي لي المقابله, دابا انت جبتي لي المقابله اللي خلتني سيمانه وانا مريض فهمتي. ايوا صافي لا لا ماشي مشكل. لا حنا كنهضروا على المقابله زعما للناس اللي كانت كتهضر زعما تطوان ما كانش في المستوى في هذيك المقابله حيت كيشوفوا النتيجه 5-0, ولكن بالعكس حنا الصراحه في هذيك المقابله كنا في المستوى وقدمنا اداء في المستوى. والكره كما كنقول حنا كنهضروا على الشيء, ولكن الكره كتبقى فيها اخطاء, الحكم يقدر يغلط كما انت كلاعب تقدر تغلط, كما كذلك المدرب كيغلط في تغيير ولا في شي حاجه. ولكن حنا جبت الهضره وكنهضروا على هذه التعامات. هو شتي مثلا الحكم اذا غلط في محمد فانا ما كندافعش على الحكام, ولكن اذا غلط حكم غلط واحد في 90 دقيقه هو راه كيجري 180 دقيقه, راه كيجري مع هذا الفرقه وكيجري مع هذا الفرقه. طبعا فعلا بعد المتاسف يكون هذاك الخطا كيكلف فريق ماتش وكيمرض الناس في ابرهول في مال هادشي فين عليه. ولكن لا احنا الصراحه ماشي مرضنا زعما على ديك الماتش ولا على الغلط ديال الحكم ولا احنا هذيك السيمانه احنا كلعابه دوزنا في واحد الضغط كبير. علاش؟ كتشوف راسك انت 29 دورة وانت في الصدارة وتجيبين ماتش ولا جوج ماتش تضيع بطولة فهمتي, بحال تضيع خدمة ديال عام كامل فهمتي. وبحال اللي ديك الأغلاط اللي وقعوا في هذيك الماتش بحال اللي عطاوك السبة عندك فين تلصق فهمتي, بحال اللي عندك فين تلصق. ولكن الحمد لله الكورة نصفاتنا في هذيك العام صراحة, نصفاتنا الكورة خسرنا هذيك الماتش في 5, ولكن الكره نصفاتنا كنا نستحقوا نديو البطوله الصراحه. شوف هذاك العام كان يمكن لكم تديو البطوله بوم في الكلاسيكيو الثاني, هذاك العام في الكلاسيكيو
لا خدينا البطولة هذيك العام ديال الماتش ديال 5-0، خدينا البطولة. وفوق فانا عام اللي تكلاصيت تيتوان الثاني 2000 ماشي الثاني 2000 مورا البطولة الأولى العام ديال دابا حنا ربحنا البطولة 2012 موراها ما ربحناهاش 2013 وفي الموسم ديال 2013 تكلاصينا لا ماشي تكلاصينا سانكيا صح قلت شنا عام تكلاصيتي الثانية والله ما عرفت هو اشرف يفكرنا معطى واحد العام تكلاصت ثاني لا ثاني كانت قبل من البطولة لا ثاني كانت قبل من البطولة قبل من 2012 لا قبل منه ما عرفتش عليها دونك هذاك العام كملتي وربحتي البطولة عندك كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية كانت لعبت بزاف هذاك العام اللي ربحت فيه رجاء البطولة في المغرب ووصلت للمباراة النهائية دونك كان واحد شوية ديال الضغط مع فوالا والله إلا دابا غنخمبرز أشرف واخا يقول الله يعطيك الصحة معك والله إلا نتفرزت أنا أقل في أيام الرياضية صاحبي ما عملنا جينا الثانيين كنا الثالثين 2009 الثالثين مع السكيتيوي العام ديال السكيتيوي في الثالثين العام اللي قبل ما نديو البطولة ما كناش تكلاصينا كنا بالعكس كانت الفرقات تكلاصت في 15 ايام ولا 14 ايام لان كانوا قاعدين المشكل ديال ديك اللعابه اللي كانوا مشاو كاع وي لا هذه ديال 2017 علاش انا عقلت عليها مزيان لان فاش كانت ديمارش ديال الرياضيه وهي فاش كنا كنمشيو للكلوب تيفي ديك الساعات تما وكذا وكان ديك العام ديال الشتاء ديال السكيتيوي وكان مرها 2008 2009 كان جا في النص الثاني كان جا سي محمد فاخر عقلت على هذيك ديال من بعد كاس افريقيا بون هذيك النقطه هذه باروتيز رجعنا عليها دونك هذاك العام اللي لعبتو فيه كاس العالم الانديه كان ديجا الرجاء لعبت في العام اللي قبل وكان وصلت للفينال دونك فريق مغربي وحدا اخر كيلعب في وسط المغرب كاين ضغط عليه عاودي على كيفاش لعبتي هذيك كاس العالم الانديه وطبعا يعني اولا بعد الباركور اللي داروا الرجاء في كاس العالم الانديه اللي قبل منا يعني كما قلتي وضع علينا ضغط يعني فرقة مغربية الرجاء يعني وصلت العالمية وصلت الفينال ضد الباير قدمت واحد الباركور اللي هو في المستوى صراحة احنا من الناس اللي شجعوا الرجاء في هذيك التداورة كنا كل ماتش كنشجعوا وباغينا يمشيو يعني ابعد نقطة في هذيك التداورة فجأة يعني احنا باش نلعبوا هذيك التداورة 2014 كأس العالم الأندية اللي كانت لعبت في ما بين الرباط ومراكش كان علينا واحد الضغط كبير لأن خصنا ولو مقدموا عرض ديك النص ديك الشيء اللي قدمته الراجع يعني